سيدي بخصوص الرقم الساخن اللي وعدنا المواطنين، في حال اي مشكله لا سمح الله بامكانهم الاتصال على الرقم حقيقة الخاص بعمليات بغداد. ان شاء الله هذا الرقم 0783 488 7408. هذا مفتوح على أكرر الوقت. نعم. اكرر الرقم الهاتف 0783 488 7408. هذا رقم الجهاز مفتوح ل 24 ساعة، ممكن المواطن يتصل عليه عندما يلاقي أي حالة لا سمح الله سواء سلبية أو إذا كانت إيجابية ويحب يوصل معلومة إلى غيره. احنا ما نريد بس ننقل لنا السلبيات، بالتأكيد احنا نريد أيضا الإيجابيات. هذا باب من أبواب التواصل مع المواطنين. الغاية هي تعزيز الثقة ما بين المواطن ورجل الأمن. يعني هسه اليوم مثلا لا سمح الله صارت مشكلة مفرزة الجيش مع ضابط شرطة. نعم. انت جنابك راح عن طريق مقدم منتظر توصل لك هذه المعلومه، راح يتم اتخاذ الاجراء. انا مقدم منتظر. نعم. يعني وبالعكس تعاون، يعني في تعاون حال مخالفه ضابط جيش مع مفرزه لوزاره الداخليه. يعني هو يصير بالعكس. هو, هو الجميل بالامر، يعني انا مقدم منتظر نطلع نفتر على المفارز المشتركه. نعم. يعني ايد واحده. انا بالتاكيد يعني تواجدكم مهم. اي شيء يخص الجيش هو يتصل بي يقول لي اكو فلان مفرزه، اكو جندي او ضابط صارت مشكله، اتوجه لاني او اي شيء يخص الداخلي انا اتصل بي اقول له مقدم منتظر توجه اكو مشكله صارت. هذه خليه النحل الواحده سيد العزيز. اليوم هذا الانسجام والتعاون مع كل الاجهزه الامنيه، دفاع، داخليه، الغايه اذا هسه يعني وصلنا الى نتيجه وصوره جميله انه بالمحصله هو تنفيذ القانون واحترام وسياده القانون بالاضافه الى احترام المواطن وتقديم الخدمه. طبعا هي البارحه يعني توصيات السيد مدير الاستخبارات والامن انه مقدم منتظر ضابط الشؤون ترافقه. يعني هو انتم ايد واحده بالله العظيم. هاي البارحه توجيهات اكد عليها اليوم ضمن اللقاء، والبارحه مأكد وياي قال لي انه مقدم منتظر انتم ايد واحده ويا الداخليه، ويوصينا بالضباط انه ان كان بالداخليه او في الدفاع توصية بالضباط وبالمنتسبين. والحمد لله احنا ما نقبل على اساءة اي مواطن او اي عنصر في الداخلية او في الامن، بس الانجازات اللي نشوفها مثمرة جدا وفرحانين بانجازات. ان شاء الله هي هاي الغاية الرئيسية اللي نريد نوصلها كليتنا احنا، يعني خاصة كل من يرتدي هذا الشرف العسكري، انه الغاية الرئيسية والمحصلة اللي نبتغيها هي تقديم الخدمة واحترام ونفاذ القانون.